انا الفيديو بتاع النهارده انا مش هطول عليكم خالص، انا بس عايز اقول لكم على حاجه، عشان الكلمه دي سمعتها في كذا كومنت تتقال لي وكذا مسج اتبعتت لي بتقول ان في الناس اللي هم اللي فوق وفي الناس اللي تحت، ان احنا طبقات. ودايما لما الناس بتيجي تتكلم الاقي واحد مثلا يشوف حد مثلا لك اصل ده غلبان، يعني برضو لازم نساعده، لازم يعني احنا نقدر هما ما يقدروش، او واحد بيشتغل مثلا ساعي في مكتب او مندوب او حاجه تلاقيه يقول لك عم سيبهم هما، ما هما البشوات يعني، ما احنا لازم نخدمهم. فالفكره دي بصراحه بتجنني، لان حته ان الناس بتشوف الناس نفسهم بيشوفوا بعض طبقات، يعني ازاي ان انا اشوف، انا مش عايز ابقى نيجاتيف يعني، انا فعلا الموضوع ده انا مش بقوله عشان يعني قصدي حاجه سلبيه خالص، او ان انا بقول ايه ده ازاي حد بيقول كده، بس انا بتضايق لما واحد راجل بيشوف واحد تاني اقل منه، او واحد بيشوف ان التاني اعلى منه، اللي هو يعني لا انت المفروض تشوف نفسك قليل وفي حد فوق بتبص له كده، ولا اللي فوق المفروض يشوف حد تحت يبص له ان هو انا يعني اصلي هو انا فوق وهو تحت. احنا لما ربنا قال انا خلقتكم طبقات، ده ربنا قال ان هو خلق الناس كلهم طبقات، ده معناه تكليف ان الشخص اللي هو اللي غني او اللي معاه او اللي يقدر، انت عندك مسؤوليه ان انت لو لقيت حد مش قادر تساعده، وفي نفس الوقت لو انت مش قادر وبتخدم او بتساعد او بتشتغل عند حد قادر، ده ما قللش منك في حاجه، لانه ربنا هو اللي فوق وانتوا الاتنين تحت، مفيش طبقات. هو بيقولك انا اللي خلقتكم طبقات، مش انتوا اللي وظيفتكم ان انتوا تبصوا على بعض وتقولوا احنا طبقات، وتستعملوها اللي هو البانه في بقكم ان انتوا كل شويه تشوف حد تقولوا اصل ده اللي فوق وده اللي تحت. احنا كلنا واحد، مش بقول كده اللي هو كلام بقى اللي هو الموتيفيشن التحفيز بجد، احنا شعب واحد وكلنا، لا احنا كلنا واحد، بمعنى ان في واحد فوقينا واحنا كلنا تحت. لو حد معاه فلوس هتلاقوا ان هو اصلا كان فقير وبيشحت، لو مولود معاه فلوس هتلاقي جده او جده كان شحات وبيشتغل بيقف بيمسح جزم، بقى عنده صاحب اسمى اكبر مصنع جزم في العالم، بس اصله كان بتاع جزم، فهو ما كانش تحت، هو مولود فوق، كلنا مولودين فوق. اول ما بنبتدي نشتغل او اول ما بنبتدي نعمل حاجه في حياتنا بنبتديها من تحت الطبيعي، وبعد كده نبتدي نعلى. فانت لو فضلت شايف نفسك ان في الناس اللي فوق والناس اللي تحت، اللي عايز اقوله لك لو سمحت انت كراجل لازم، لو في واحد صاحبك او راجل زيك قاعد جنبك انت لابس ساعه ومتظبط ومش عارف وبر الحمد لله ربنا فتحها عليك، فانت ما تبصلوش اصل هو اللي هو ايه الغلبان ده، يعني لازم هساعده، بلاش نظره الحزن والعطف والكلام ده كله، انا بتوصل له وهو بيتضايق، وفي نفس الوقت انت ما تبقاش جنب واحد لابس ساعه ومتشيك وبتاع وتقول اصل دول الناس اللي عايشه واحنا امر يا بيه، لا مش بيه، فاهم قصدي؟ انا ما كنتش عايز ابقى في الفيديو ده نيجاتيف خالص، وما كنتش عايز اصلا يعني اتكلم في القصه في فيديو مخصوص، بس ما كنتش قادر امسك نفسي في القصه دي، الفيديو ممكن يطلع قصير او حاجه، بس اتمنى بس ان انا اكون قلت اللي انا عايزه ووصل مظبوط. شكرا يا جماعه انكم اتفرجتوا، وما تنسوش تعملوا سبسكرايب على الحاجات اللي موجوده تحت دي عشان يجيلكوا اخبار عن اي حاجه جديده بعملها في حياتي او عن الفيديوهات. شكرا، اشوفكم في الفيديو الجاي، سلام.